ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض وصفه جميله قوي للفراخ. وصفه سهله قوي وجديده وهتعجبكم. عايزه اقول لكم ان هي بسيطه قوي، ان شاء الله تعجبكم معايا. بسم الله نبدا مع بعض كده. بسم الله الرحمن الرحيم. دي فرخه انا قطعاها من النص، ماشي. وده بصل، بصل ابيض. دول 6 أو 7 بصلات كبار، تمام. هناخد شوية كده من البصل اللي انا فرماه او اللي انا مقطعه ده. هقول لكم هنعمل بيهم ايه على جنب، ونبدأ كده نبهر البصل بتاعنا. دي البهارات، فلفل ابيض وفلفل اسمر. لو مفيش ابيض مفيش مشكلة، نستعمل الاسمر بس. معلقة كركم، معلقتين بهارات فراخ، معلقة ملح، ومعانا معلقة حبهان مطحون. ثواني، معلقة حبهان مطحون اهي يا جماعة، كبيرة. كده البهارات هننزل بيها كده على البصل. نقلب كله مع بعضه. بناخد البصل بقى بعد ما بهرناه كده، بنتبل بيه الفرخة بتاعتنا من جوه ومن بره كده اهي. نحاول ندعك الفرخة كده يا جماعة علشان خاطر تاخد من طعم البصل والتتبيلة. التتبيلة دي جميلة قوي. نجيب صينية أوسع نحطهم فيها عشان نعرف نتبلها. قلبناها في صينية أوسع اهي، تبلناها كده. بعد ما تبلناها بالبصل كده، هنحط معانا معلقتين دبس رمان. لو ما عندناش دبس رمان نحط عسل أسمر. بس عايزة أقول لكم إن دبس الرمان جميل قوي وبيخلي لها نكهة جميلة جدا. بدخله دبس الرمان في جميع الوصفات بتاعتي اللي هي بتاعت الفرن، اللحمة مثلا، فراخ وكده، بيدي لهم طعم جميل قوي. نرجع تاني ندعك كده الفراخ بدبس الرمان من جوه ومن بره اهي. بيديها طعم جميل جدا. هنغطيها ونسيبها. ممكن نتبلها من بالليل قبلها بيوم، وممكن تقعد 2 أو 3 ساعات، او قبل الفطار نعملها مثلا الصبح ونجهزها قبل الفطار في الفرن، هتبقى جميلة جدا معانا. هنغطيها واوريكم هنعمل ايه بالبصل، ونكمل معانا بقية الطبخة. غلفتها اهي يا جماعة بورق الاسترتش اهي. في طاسة كده على النار هننزل بزيت الزيتون. اللي ما عندوش زيت زيتون يستخدم الزيت العادي، ما فيش مشكلة. وده البصل اللي احنا شلناه مع بعض، هنكرمله. اوريكم هنكرمله ازاي. عايزة اقول لكم البصل المكرمل دوت هيدي طعم جميل قوي للفرخة، وهيخلي ليها مذاق جديد كده، هتعجبكم يعني. نهدي النار كده عليه. انا معايا ميه، هننزل عليه بالميه كده. كل شويه ننزل عليه بشويه ميه عشان يتكرمل معايا زي ما قلتلكوا. هي دي الطريقة والتكة الجديدة اللي هنعملها معاكم. البصل
من 2 لـ3 كوبايات معانا ميه اهو، كل شويه ننزل كده بشويه ميه. هنغطي البصل معانا كده لما يشرب الميه، وكل شويه نشيل الغطا نحط الميه اللي احنا عاوزينها علشان يكرمل معانا وما يتحرقش. وهوريكم شكله لما يخلص. نفضل نقلبه كده بيشرب الميه معانا من غير ما يتحرق اهو، الكرمل وهيبقى جميل معانا. ننزل بشويه ميه كمان، هنسيبه برضو يشرب الميه ونرجع له تاني. هنكمل كده الرز مع بعض بتاع الفراخ، وهنشوف الطريقه بتاعته سهله وجميله قوي. دي حله على النار اهي، حطينا فيها شويه زيت زيتون، وننزل كده بالبصله. اول ما البصله تحمر هننزل بالطماطم، 3 طماطمات صغيرين. البصل اهو بدأ ياخد لون معانا، هننزل بالطماطم بتاعتنا. والبهارات بقى اهي، معلقة ملح على حسب كمية الرز اللي انت هتحطيها، معلقة توم بودر، معلقة قرفة مطحونة، معلقة بهارات مشكلة، معلقة بصل بودر، وده زعفران عندك ماشي، ما عندكيش خلاص، وده كركم، وحبهان مطحون. لو مفيش حبهان مطحون ممكن تحطي حبهان صحيح عادي، مش اي مشكله. قلبهم كده مع بعض. سيب البهارات والطماطم ياخدوا كده تتبيله مع بعضهم، وبعد كده ننزل بالرز نغطي عليهم كده يتبلوا. بعد ما الطماطمايه والبصلايه كده تتبلوا مع بعض، في معانا جزرايه مبشوره. في ناس بتحطها في اول الرز، وفي ناس بتحطها في اخره بعد ما يتشرب كده، بس انا بحب احطها في الاول عشان تاخد طعم التتبيله، تدي طعم جميل قوي للرز الجزرايه دي. معانا رز، دول 3 كوبايات رز مغسول، رز بسمتي مغسول اهو، ننزل بيه كده. على الرز كده 3 كوبايات ميه، قلبه كده. نسيبه يستوي كده مع بعضه اهو. ونغطي عليه ونكمل الفرخة بتاعتنا. هننزل بصوص المكرمل كده في صينية، البصل المكرمل زي ما قلت لكم، البصل المكرمل ده هيدي طعم جميل قوي للفرخة بتاعتنا اهو. الفرخة اهي اهي، طلعتها من التلاجة، هنزل بيها كده على البصل بتاعنا اهي، وننزل برضو البصل اللي هي كانت متبلة بيه.
هنغطيها بورق زبدة. هنغطي الفرخة بتاعتنا كده بورق زبدة اهي. ولو في ورق فويل مفيش مشكلة برضو نحطه فوق ورق الزبدة. هنحطها على الشواية شوية، وبعد كده لما تيجي تحمر او تستوي هنطلعها. لا، هنحطها الاول على البوتاجاز على الصاج مباشرة، وبعد كده هنطلعها على الشواية. الشكل النهائي اهو للرز والفراخ. الشكل النهائي اهو للفراخ، استوت جميلة اهي بألف هنا يا رب. اللي يشوف قناتي بقى يشترك لي ويدعمني عشان يوصلوا كل جديد، وشكرا.